رجل يحبك داخل رحمك، لا اتكلم كل شيء، احفيني احفيني لهذا، هذا طب لازم احكي كل شيء، لازم اتكلم كل شيء. انت من الخوف والقهر جن حتى ما يخليك تتزوجي، برحمك موجود يجامع مثل رجل معك، لا حافي قاعد احفيني، يعني انا حتى اتكلم نفس الشيء صحيح كلامي، حتى مثل صحيح صحيح عقوقي يجامع معك بالنوم، ما يخليك صحيح تنام، انت ما تحب هذا العمل، ولكن حتى هل هذا الجن لا استطيع تتزوجي، صح ولا لا اختي حبيبي مريم؟ صحيح صحيح. اختي مريم أنا انت عمري مثال 42 سنة ما شاء وحاط الله، الأسئلة العليا، لكن لا أتزوج، مع يعني لا أتزوج، لا سبحان الله. من اليوم من الغد باذن الله تعالى اذا رجل صالح مثلك صالحه جاي زوجي، دكتور علي اخوك شيخ علي معك حتى تتزوجي، خابرني ما شاء بالواسع ولو اني ليس عندي مجال، والله قبلك 129 الف رسائل جاي، الله ما 129 الف رسائل جاي ما استطيع اجاوب، ناس يكون التليفون مثلك يقول دكتور علي ساعدنا، نروح للشيوخ ياخذ منا فلوس باسم الشيوخ، شيوخ ناس طيبين ياخذ منا فلوس هائل وما اعطي، قل حبيبي اني يعني مع الاسف ناس كله يعمل الماده وللنساء وللشهره، مشكله اختي مريم والله اني اتخبل اشوف لهذا الشيوخ، ليس الشيوخ، شيوخ ناس طيبين شريفين ولكن قسم منهم، دكتوره مريم لما اضربك لا حبيبي انت اختي اضرب على بطنك حتى يطلع من رحمك هذا الجن، الان اطلع باذن الله ولا أضرب على تخافي، بطني. اي لما انا قلت لك الان لا سوي، الان ارقيك على رقيه شرعيه ولا تخافي، خلي امي بصفك يلزمونك، الان اطلع هذا الجن، وغدا سألت. اذا وغدا ان شاء الله لا اي قالت واحد تعالي. جاي، نعم لا قلت لأختي تعالي. نعم الان لما ارقيك ابد لا تخاف، ايدك شويه تعال شوفه ما اشوفه جيد ما شاء الله، شويه جاي شيء قريب، كل الزمن شويه 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 بعيد حتى اشوف وجهك المبارك، كل الزمن اسمع كلامي يا ايها الجن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى في كتابه الكريم يا جن اذا اعمل لله وفي سبيل، تعرفوني في العالم كلهم يعرفونني، والبشر كثير من دول العالم يعرفونني، يا رب اذا اعمل لله وفي سبيل الله وفي سبيل البشريه واخواتي وامهاتي، ربي انصرني، ربي اذا اعمل للماده وللنساء والسلطه، ربي دمرني، ربي اذا اعمل لوجهك وفي سبيلك انصر هذا التوحيد وعلى منهاج، وكرجل كردي مسلم انصرني ربي، ايش في اختي حبيبي مريم وكل اخواتي في العالم، يا ايها الجن تحرك باذن الله في الرحم اختي وفي ايدينها، اخرجي باذن الله يا ايها الجن باذن الله تعالى اخرج حتى اختي تزوج، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم بإذن الله تعالى تحرك يا أيها الجن بأي مكان تحرك بيد إخوة بهذا الإيد تحرك بأي مكان نعم نعم يلا يا أيها الجن أنت رجل صح تتحرك أختي مريم الجن يتحرك لو أنت تتحركي، هو بيتحرك هو يتحرك بارك الله، هذا الجن يريد يخرج، شوف إذا يسوي هكذا أتحدى، إذا يسوي هكذا إذا يسوي هكذا يعني أخرج يا أيها الجن، إذا تخرج سوي هكذا والأخرج، إذا سوي هذا يعني أتحدى، هذا إشارتكم أي الحمد لله شكرا جزيلا لك، يلا يا أيها الجن إذا سوي هكذا يعني أخرج أصبعك الشهادة، الله أكبر شكرا جزيلا لك يا أيها الجن، يلا من لسان أختي مريم
قولي لا، قل عفوا انت رجل، قل لا اله الا الله محمد رسول الله على لسان استاذه مريم، يلا قولي حتى تخرج باذن الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله اكبر، انت رجل. نعم، انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شكرا جزيلا يا اخي، يا اخي انت في جسد اختي، شكرا جزيلا لك. تعرفني انت كجن سامع بيا في اليوتيوب في العالم كل الزمان، بعرفك انا منذ رجل سنين، نعم بعرفك منذ أمد بعيد. نعم انا رجل صادق لو كذاب انتم جن تعرفوني شيء صراحه، ما للماده والنساء للشهره، جواب ان شاء الله انت استاذ الاسلام الان. لا شيء بصراحه، انا رجل صادق لو كذاب لو اخدع الناس، صادق. أنا أخذ من الناس فلوس؟ لا أنا ما أريد أنصر هذا الإسلام الدين لو أكذب على الناس، عشي بصراحة والله يعني أول مرة أشوفك الجناني، ما أشوفك، أنا باش أشوف أختي مريم، بس أنت تشوفني. إذا أنا صادق قولي، لأن يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بتتابعك، يا يعني ما عمر. بحب أتفرج فيك، لكن هي بتتابعك على الفيسبوك. نعم، أنت عمرك شقد يا أخ الجني؟ يا أخ الجن عمرك شقد؟ كم عمرك؟ كم عمرك يا أخ الجن؟ الحمد لله استسلمت، أنت الآن أخويا. تكلم يا أخي، خلاص استسلمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف أنا حياد عطير، والعقارب. نعم؟ أنا عطير، تطير، لما الحمد لله. تقرأ أنا عطير. ما شاء الله، نوع الطائر، الحمد لله. اسمع كلامي يا أخي، الحمد لله. مرة ثانية قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من اسمك يا أخ الجن؟ أخناتوس، أخناتون؟ أخناتوس، أخناتون. كم عمرك إذا ماكو زحمة عليك؟ أخناتوس، اتصل بأخي. ها؟ أخناتوس، أخناتوس؟ أخناتوس. أخناتوس، نعم. أنت يهودي لو كنت مسلماً، لو يهودي. مسيحية، الحمد لله. كيف رب العالمين يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الحمد لله الآن هديت على الإسلام يا أخويا من جسد أستاذة مريم. الآن ما دام أنت جن الطيار، الآن أقول إليك مرة ثانية قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرة ثانية أكررها، إذا أني لا إله إلا أستاذ الله أخنات، محمد رسول الله. الحمد لله، اسمع كلامي، إذا مرة ثانية ثالث مرة أكررها، رجاء أنتم تعرفونني جيد، كلكم الجن في العالم يعرفونني والبشر هم كثير تعرفونني. إذا أنا كذاب مع الناس وأكذب على الناس وأخدع الناس أنتم تعرفون، رجاء قولوا إلي حتى الناس كل يعرفون، في آلاف الناس بالخط حتى يعرفون أني كذاب ساحر دجال، رجاء قولوا إليهم. إذا أنا أي شيء رجاء أتكلم معهم خلي يسمعون إليك، أنت الجن رجل. صحيح، أنت لست كذاب، أنت بتعالج الناس مجانا، وهي كان دايما تتمنى تمشي العراق، لكن جزاك لما الله خير، تقرأ القرآن أنا بطير، بروح دائما تقرأ القرآن، أنا بارك أطير. الله فيك، الحمد لله، بارك الله فيك. قل وهي أستاذ زهرية. نعم، الآن تعطيني وعد تمشي بعد ما ترجع لأن صرت مسلم، والله أعطيك وعد يوم القيامة أشوفك يوم القيامة يوم رب العالمين إن شاء الله، كل أهل الجنة أنت وأختي مريم وأني كل المسلمين إن شاء الله، كل مسيحيين يهودين إن شاء الله يسلمون على دين الإسلام حتى يدخلون جنات النعيم، أنا ما أكره أحد. الآن جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. الآن نغير اسمك، تريد اسمك علي لو محمد لو عبد الله لو عمر، تريد أي اسم؟ لازم تغير اسمك إذا تحب، إذا ما تحب لا يكره في الاسم. محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، مبروك لك يا أخوي يا حبيبي أخنات، شكرا جزيلا لك. الآن قل وعدا علي، وعدا علي، بعد ما ارجع من جسد اختي مريم، ان مريم اختك لن قبل أرجع كانت في إلى الجامعه جسد، معاه، لن أرجع إلى جسد مريم. من جسد مريم اطير اروح لمكه المكرمه أطير وأروح إلى مكة المكرمة. واخلي اختي العزيزه مريم تتزوج، وأخلي أختي مريم تتزوج. شكرا جزيلا. وانا اطيق وعد يوم القيامه ربي فشل اني كفيل وكيل مع الأستاذ محمد، كان اسمه أخناتوس،
يروح للجنه باذن الله. بس صلي كل الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم العدو بينه وبين الصلاه من تركها فقد كفر، لان الدكتوره مريم هي متدينه، علمت منه كثير من الصلاه، هي المراه الشريفه لحد الان امام الزوج. بعدين قولوا مريم اعفيني يا رب العالمين، انت اذيت كثير، يوم القيامه تدخل الجنه جهنم، قل مريم اعفيني، هذا حق الناس. انت ما صار عمرها 42 سنه مريم، استاذ محمد ما خلت تزوجي، هذا كله هو عنده شهاده ماجستير دكتوراه، هي خبيره في الطب. قل اعفيني الان، احضرني انا الان اطير، وان شاء الله بعد شهر شهرين يتزوج يا استاذه مريم. وانت بارك الله فيك استاذ محمد، وانا احبك من صميم قلبي، ونزل ايدينك، بارك الله فيك استاذ مريم واستاذ محمد، نزل ايدينك هكذا، نزل ايدينك طبيعي، خلي اشوف شيء استاذ الان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن يدخل من فمها، الان تخرج من جسد استاذه مريم، لو برحمه تخرج، وقلت لا اله الا محمد. الان استاذه مريم قل لامي ولاختي يفتحون الباب، الان جن يخرج، وسبع ضربات سعد استاذ محمد حتى يخرج من فمك، لو برحمك برحمه اخرج احسن، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا واحد سي هكذا الان جن يدخل وبعدين اللي يخرج. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح لو لا استاذ محمد؟ صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صادق لو مو صادق؟ نهانا على التثاؤب، الله تثاؤب دون اكبر. على اليد على الفم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هذا نبينا يا حبيبي رب العالمين، يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، والله نبي رحمه الينا. ولكن انتم تعرفون الشيطان شو سبب الانسان استاذ محمد محمد، كل غيبة كل بهتان كل فساد، ولكن 10% باقين على الإسلام. أستاذ محمد بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك، استسلمت على دين الإسلام، والآن تضرب سبع ضربات حتى افتح الباب، الآن هذا الجن أخونا محمد يخرج، والسلام عليكم أستاذ محمد، أخرج من جسد أختي، وأنا أعطيك وعد يوم القيامة أنت في جنة وأدافع عنك. وأقول قبل تروح قل اعفيني أستاذة مريم الذي أذيتك، اسمها مريم، أقول لمريم، قل لمريم أستاذ محمد قل اعفيني، أذيتك من سنوات ما خلت تزوجي، الآن تزوجي، قل له بعد أخرج من فمها، وأخواتي وأماتي خلي يفتحون الباب حتى يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، والصنف الحيات والعقار، والصنف ينحضون ويضمعون. الآن في نفس الباب، كل مريم اعفيني اخرج باذن الله. سبع ضربات اختي مريم، اضرب على صدرك وافتحوا باب اختي حتى استاذ محمد يروح. استاذ محمد ابوس راسك، اتقبل راسك. اخرج استاذ محمد بفمه، الله اكبر. الله معك استاذ محمد، الله معك، الله اكبر الله اكبر. استاذ محمد لو مريم، اللهم صل على محمد. مريم الحين يا حبيبي اختي اشعرت الله الله اكبر رب العالمين، تقبل دعائي، سعد اختي طابت، الحمد لله اختي، والله احب من صميم قلبي، مبروك لك، بارك الله في عمرك. الان اختي حبيبي كيف تحس جسدي صار خفيف؟ لو كان اشعر برعشان يعني جسدي، وكان في رعشان. الله اكبر، مبروك لك اختي حبيبي، الله ينجيك دائما. ادعيني حبيبي اختي، اذا نسوي هكذا مره ثانيه افحص حتى اتاكد الجن هو صادق والله تسلم، ولكن اذا الجن باقي هكذا هكذا استاذ هكذا سوي نزل على شوف، اذا جن باقي تحرك، اذا استاذ محمد باقي تحرك، واذا مريضت فهو يشفيني، واذا مريضت فهو يشفيني. اللهم صل على محمد وال محمد، جزاك الله كل خير، اطال الله في عمرك، حفظك الله شيخ. استاذ مريم لا تنسى من دعائك بالصلاه، واتقبل راس امي واختي جنبك واخوانك وابوك، اتقبل راسك. سؤال اخير شيخنا، أمي تعاني مسكين كله انتقر روحي، دائماً ما بيتنام، دائماً عندها ما بيتنام مسكين. والله هذا كل صوت، والله كل هذا صوت الجن، اختيار الرحم. والله بعد خلاص، بعد ما يبقى ساعة تسمع القرآن بالهيتفون أستاذة مريم، ونصف فنجان زيت حبة السوداء تشرب، وكل أسبوع مرتين تصوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا،
رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العالمين يقول ممكن. وان تصوموا خير لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي كل عمل ابن رب العالمين يقول عفوا كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ومبروك لك. وخلاص تقرع ما يبقى، وخلال هذا الشهر تخابرني يقول دكتور علي حبيبي اخويا تزوجت، وأنا افرح كثير. جزاك الله كل وصلى خير، الله على سيدنا وعلى حبيبنا وسلمنا على حضرتك الماما الله، واخوانا. الله يجزاك كل خير، بارك الله فيك، الله يحفظك، السلام عليكم، شكرا، مبروك لك، بارك والله الله فيك. فرحان اني يعني راحت دائما عليك. ادعو معك، كنت ادعو معك دائما، طال الله في عمرك، يا حبيبي، السلام والسلام عليكم، عليكم ورحمة حفظك الله الله، وبركاته، حبيبي أختي.